تاخدوا قهوة؟ كفاية قهوة يا يحيى، احنا ما دقناش الأكل من صباحية ربنا، وأكيد والدتك والحريم اللي تحت كمان. روح يا يحيى، روح شوف والدتك. والله إن احنا كلنا في انتظارها عشان هي تستريح، واحنا كمان كلنا محتاجين نستريح. ربنا وحده العالم. إذا كنا هنستريح ولا نتعب العمر كله. ربنا بيلهم الصبر. أبوكم الله يرحمه فاتنا كلنا رجالة، كل واحد فينا فاتح بيته، الخوف كله على والدتك. تفضل يا حاج، تفضل استريح. مش هستريح إلا ما أشوفكم مطرح أبوكم، كل واحد فيكم يسد مطرح. اللي خلف ما ماتش يا عمران، تخلفت رجالي ورحيم كبيركم مطرح أبوكم. إحنا كل اللي يهمنا دلوقتي يا حاجة إنك تستريحي. راحتي لما ألحق بأبوكم. لو عايزين تريحوني بحق لحد ما اروح له، تبقوا قد وحدي كيف ما كان ابوكوا عايش. وصيته تتنفذ اللي قاله بالحرف الواحد. رحيم يرتاح، اللي عاوزه يتنفذ. حي أبقى من الميت يا دكتور. قصدك إيه؟ اللي سمعته، الحي أبقى من الميت. وصية أبوك يا منشاوي. وصية أبويا كانت تبقى قانون وشرع لو كانت مستوفاة لشروطها، لكن أنت عارف وشفته الله يرحمه كانت حالته عاملة إزاي. أبوك كان واعي جدا، بس كان ضعيف جدا يا زين. كان حاسس إنه بيشوف ولاده لآخر مرة في حياته. ولا تفتكر إن أبوك الله يرحمه لو كان في ظروفه الطبيعية كان ممكن يوصي ان ماله اللي قعد عمره كله يجري بالمشوار علشان يجمعه يترمي تحت رجلين بنت بتشتغل في الافراح والموالد زي ده؟ لا بقى، اسمع يا منشاوي. اسمع انت يا دكتور زين، المال اللي انت عايز ترميه دلوقتي تحت رجلين البنت دي ما بقاش مال عمران المنشاوي، لا ده بقى مال ولادي واولادك واولاد رحيم نفسه واولاد شاهين ونفيسه وفاطمه واولاد يحيى كمان بحكم ما سوف يكون. تفتكر يا زين ابوك الله يرحمه لو كان يعرف ان اخوك هيتجوز بنت زي دي كان قريحوه؟ لا طبعا، ويا ريته هيرتاح، ده بالعكس هيتعب قوي قوي وهيتعبنا كلنا معاه. انا واثق يا منشاوي اننا لو ما نفذناش وصيه المرحوم والدك مش هنرتاح، كلنا هنتعب، هنحس العمر كله ان احنا غدرنا بيه بعد موته. مش معقول، مش معقول يا منشاوي نفضل برين بيه العمر كله وبعد ما يموت باقل من اسبوع نغدر بيه. ده منتهى البر بابونا ان احنا نحافظ على ثروته بعد وفاته. ما انت عارف انه خد قراره ده وهو بين الحياه والموت. يا منشاوي شوف يا زين، انت اخويا وشريكي في القرار اللي انا اخدته، لكن اوعى تتخيل لحظه ان انا ممكن اتنازل عن قراري ده لمجرد لحظه ضعف ابوي زي اللي حصلت. اخوك له نص الملك اللي انت خايف عليه ده يا منشاوي. يعني ايه؟ يعني كلنا متنازلين وماضيين قدام ابوك لنص الملك للحي. ما هو ده مش مبرر ابدا نسيبه يبدده. لا يا منشاوي لا، مش من حقنا، احنا مش هنبقى اوصي على اخونا الكبير. مال والدك وقلنا لا رحيم ما يضيعوش، لكن دلوقتي بقى مال رحيم هو حر فيه زي ما كل واحد فينا حر في ماله. ايوه بس احنا المفروض نخاف على اخونا الكبير اكتر من كده يا زين. ما نحجرش عليه، ننصحه والله خد بالنصيحه، خد ما خدش هو حر. ما تنساش يا منشاوي ان ده اخونا الكبير ما هوش اخونا الصغير. انا مش ناسي يا زين، بس انت كمان ما تنساش ان احنا اتعلمنا. عارف يعني ايه اتعلمنا؟ يعني المفروض نتحمل مسؤولية اللي ما اتعلمش فينا حتى ولو كان الكبير. لا يا سيادة المستشار، الوضع اختلف. احنا كل اللي نقدر عليه اننا نقول لرحيم خد حقك، واحنا كمان ناخد حقنا، وكل واحد حر في ماله. يعني انت شايف كده؟ ولازم انت كمان تشوف كده. أرجوك يا منشاوي، أرجوك، أنا عايز أرتاح، ما بقيتش عارف أنام، وأكيد أنت كمان مش عارف تنام.
اتفقنا مرة تانية يا دكتور، بس عليك بقى تخلي رحيم ياخد حقه ويدينا حقنا. كفاية سجاير بقى، كفاية قهوة وسجاير. خايف علي؟ وانا خايف على عز منه. لعلمك بقى انا طول عمري عاملة معاه زي الشريك المخالي في حكاية القهوة والسجاير. طول عمرك تنسيت ولا ايه؟ ده هم كم شهر اللي عرفتك فيهم يا حسنات؟ وهم كم شهر دول شوية قرب عمري كله. لعلمك بقى انا بعدها حرمت نفسي من الدنيا بحالها. ليه؟ هربت، كنت خايفة عليك وعلى نفسي. يا ريتك ما هربت. انت اصلك ما عرفتش اللي حصل، ما عرفتش عملوا فيا ايه. كنت لازم تعرفيني. لا، كان لازم اعمل اللي عملته، اني اهرب وما خلكش تعرف لي اي مطرح. بتهرب مني يا حسنات؟ انا هربت من الموت. فاكر اخر مره شفنا بعض فيها؟ كنا في الفيلا، دخلت عليا لقيتني قاعده في الفرندا لوحدي، جيت وقعدت معايا ولقيتك بتطلع لي 100 جنيه وبتقولي من هنا ورايح انا اللي هتكفل بكل حاجه. ما دام هتبطلي غنى فانا هتكفل بكل حاجه. ليلتها بعد ما سبتك روحت البيت. دخلت مطرحي، بصيت في اوضتي، حسيت انها مش اوضتي. ولا دي فرشتي، هين علي يرجع نادي عليك بحلو حسي وقولك تعالى نرجع تاني. قلت انزل اجري وراك واغني لك الغنوه اللي بتحبها، هتسمعني وهترجع لي ونروح تاني. ما قدرتش لا انزل ولا اغني ولا اجري وراك. الفلوس اللي تدهالي حسيت انها اول فلوس امسكها في ايدي، فلوس ليها شكل تاني وريحة تانية. حسيت انها فلوس حلال وفيها ريحة عرقك، وخطر لي في بالي اني اشيل الفلوس دي ومصرفهاش. مش عارفة اشيلها لامتى، إنما هشيلها وبس. لما الباب خبط قلت أكيد أنت، رجعت وحسيت إني محتاجة لك وإني عايزة. طلعت اجري على الباب والفلوس في ايديا والدنيا مش سايعاني من الفرح. بصيت على نفسي في المرايه وكان هان عليا البس لك فستان جديد واسرح شعري تاني وقابلك بالريحه اللي بتحبها، لكن ما جانيش صبر استنى. فتحت الباب. مساء الخير يا ست حسنات. اهلا يا جوشه. خير معلم؟ تحت معلم. معلم رحيم. طب وما طلعش ليه؟ قال لي انه عايزك ضروري. اقول له انك نازله وراي؟ لا لا لا، انا نازله معاك.
معلم جورج؟ في العربية. تفضل يا ست حسنات. اركبي. ايه؟ اركب على فين؟ اركبي العربية. ايه الكلام الفارغ ده؟ في ايه؟ الله.